أهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد 3 مواطنين وأصيب 5 آخرون بينهم حالة حرجة صباح اليوم في انفجار غامض وقع بحي المنارة جنوب منطقة معن جنوب شرق خان يونس في قطاع غزة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة في الحكومة المقالة أشرف القدرة إن حصيلة الانفجار بلغت 3 شهداء و5 من الجرحى في منطقة المنارة بخان يونس. أكدت مصادر محلية من داخل المسجد الأقصى إصابة نحو 40 مواطنا من المرابطين داخل المسجد خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت صباح اليوم عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية له عبر بابي المغاربة والسلسلة. وقال مدير المسجد الأقصى إن نحو 1000 من الجنود الإسرائيليين اقتحموا وحاصروا المسجد الأقصى، مؤكدا أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي خلال اقتحامها المسجد المبارك. عثر مواطنون في محافظة رفح جنوب قطاع غزة على جثة مواطن متوفي في مزرعة للدواجن الخاصة به. وقال المقدم أيوب أبو شعر الناطق باسم الشرطة المقالة إنه تم العثور على جثة المواطن فرج أبو شلوف 50 عاما متوفيا في مزرعة الدجاج الخاصة به في منطقة موراج شرق محافظة رفح. يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم مجموعة من أعضاء الكنيسة الإسرائيليين، يتقدمهم رئيس اللوبي من أجل حل نزاع حيليك بار لمناقشة أزمة المفاوضات الحالية بين الجانبين. وكان الاتفاق على عقد اللقاء جرى خلال اتصال هاتفي بداية الأسبوع بين الرئيس عباس وبار. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الحرم الإبراهيمي في الخليل وفرضت حصارا شاملا على البلدة القديمة لمناسبة عيد الفصح اليهودي. وقال مراسل وطن للأنباء في الخليل إن الاحتلال أغلق جميع المداخل المؤدية للحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة بالمكعبات الإسمنتية. ويشار إلى أن مئات من المستوطنين قدموا للاحتفال بعيد الفصح في ساحات الحرم الإبراهيمي، فيما تشهد المنطقة استنفارا واسعا من قبل جنود الاحتلال الذين منعوا المواطنين من الحركة. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، والمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني وطن دوت تي في. إلى اللقاء.